فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت في سفر وقد جد بي السير، فما هو الأفضل لي، أن أقف أصلي جمع تقديم أو أواصل السير ولو صليت جمع تأخير عند وصولي إلى بلدي؟ نعم، السنة إذا جد بك السير ألا تتوقف، وأن تستمر وتجمع جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل الرحيل يجمع جمع تقديم، وإذا دخل عليه وقت الأولى وهو في السير يؤجل الأولى ويجمعها مع الثانية. هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.